أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدينا الأكارم، نحن معكم في هذا البرنامج، برنامج منهاج الطالبين. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن السيئات الذاتية، وأذكر المشاهدين بأن المصلح المعوض رضي الله عنه قد ذكر عن 4 سيئات: سيئات ذاتية تتعلق بالإنسان نفسه، سيئات تتعلق بالآخرين، وسيئات تتعلق بالمجتمع، وسيئات يقوم بها الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى. 4 سيئات. تحدثنا عن 38 نقطة سيئة في السيئات الذاتية، واليوم إن شاء الله العزيز سوف نتحدث عن السيئات المتعلقة بالآخرين. وبما يتعلق بالسيئات في الآخرين، يقول المصلح الموعود هناك سيئة أولى، وهي سوء الأدب. سوء الأدب من السيئة، أي من السيئة عدم احترام المرء وتقدير من يجب عليه احترامه. فمعي كل من الأستاذ عبد القادر مدلل والأستاذ أيمن المالكي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الأكارم. المصلح الموعود يقول في السيئات التي لها علاقة بالبشر، يعني علاقة بالآخرين من البشر، أن سوء الأدب. أرجو أن تلقوا الضوء على هذه النقطة بنوع من بشيء من التفصيل، بارك الله لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يعني بداية أريد أن أذكر الإخوة المشاهدين بالنسبة للحلقات السابقة، حيث تناولنا السيئات الذاتية وعلاقة السيئات الذاتية بالسيئات بحق الآخرين، لأن هنالك علاقة وطيدة بين هذين النوعين من السيئات. فكما بينا في الحلقات السابقة أن السيئات الذاتية هي مكمنها القلب، بمعنى آخر أن هذه السيئات تفسد حالة القلب بالنسبة للإنسان، أي تفسد حالته الروحانية، وبالتالي يفقد الإنسان حالة الطمأنينة والسكينة بسبب هذه السيئات، وتكون هذه السيئات بمثابة الحاجز والحاجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الآن هذه السيئات القلبية فيما لو يعني بقيت في القلب واستقرت في قلب الإنسان دون أن يحاول أن يتخلص منها، فإنه بلا شك فإن أثر هذه السيئات سوف تظهر على الجوارح. بمعنى آخر، في هذه الحالة فإن الإنسان سوف في تعامله مع الآخرين سوف يظهر أثر هذه السيئات اتجاه الآخرين، بمعنى أن هذه السيئات القلبية عندما تظهر على الجوارح فإنها ستفسد العلاقة مع الآخرين. السيئات بحق الآخرين هي حقيقة في مجمل هذه السيئات التي سوف نتناولها في الحلقات أيضا القادمة، إنما هي تزعزع سلامة وأمن المجتمع، إنما هي تنشر الفساد والعداوة والبغضاء وتمزق المجتمع،
ويفقد المجتمع حالة الحب والود والتماسك التي يجب أن يتصف بها المجتمع المسلم، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين مثلهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا ما بدأنا في النقطة الأولى التي يعني تفضلت بها، فنلاحظ أن الإنسان إذا أساء الأدب مع الآخرين، إذا لم يحترم الآخرين، كما هو معروف الرسول صلى الله عليه وسلم قد ركز كثيرا مثلا على احترام من له حق علينا، كاحترام الابن لوالديه، احترام الصغير للكبير، كذلك احترام الشخص للمسؤول، لأن الإنسان عندما يتحمل مسؤولية فإنه لابد أن يحترم هذا المسؤول، ليس يعني لا ينظر الموضوع لشخصه فقط، وإنما أيضا للمسؤولية التي يعني نعم لوظيفته. يعني نحن نعلم كما يبين داود رضي الله عنه أنه في التاريخ الإسلامي أنه في أن السبب الرئيسي في سقوط الخلافة يعني وعدم استمرارية الخلافة الراشدة هو سبب رئيسي هو غياب الاحترام للولاة المعينين من قبل الخلفاء، وثم مقتل الخلفاء، وهذا نابع من عدم احترام وتقدير للولاة والقضاء وإلى الخلفاء، مما قوض الخلافة الإسلامية. ومن هنا يعني قضية الأدب والاحترام اتجاه الآخرين هي قضية مهمة جدا، لأنه نحن إذا أسأنا الأدب فمعنى ذلك هذا سوف يولد شحناء وبغضاء وعداوة، وهذا طبعا يؤدي إلى تمزق المجتمع. نعم أستاذ أيمن، المسيح موعود عليه السلام يقول أن الروحانية بدايتها الأدب. نعم. الأدب يعني الأدب أمر ضروري جدا، لهذا التلميذ يجب أن يحترم المعلم ويقدر المعلم بشكل لائق. أما تطرق أيضا للمسؤوليات لكل من عمل لنا أي خير أو له فضل، احترام المتعلم، احترام المسؤولين في الجماعة، احترام يعني كل يعني شخص يعمل في نظام الجماعة يجب أن يحترم طبعا المسؤولين الذين هم أعلى منه منصبا. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني كما تفضلتم أن الأدب هو الخطوة الأولى إلى الدرس الأول في الروحانية، لأن الأدب هو إعطاء كل ذي فضل فضله والاعتراف بهذا الفضل، ويبدأ هذا الاعتراف من أقرب الناس المحيطين بالإنسان في الأرض، من أهله ومعلميه وهكذا، ومن لهم فضل عليه. فإن لم يستطع أن يقدر فضل هؤلاء فكيف يستطيع أن يقدر فضل الله سبحانه وتعالى؟ وإن لم يستطع أن يقدر يعطي هؤلاء قدرهم، يعطي كل إنسان قدره من الاحترام ومن الأدب ومن المعاملة، فكيف سيستطيع أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره؟ لذلك هذه تدريب، هذه عينات الناس، تعامل الإنسان مع الناس هي عينات يتدرب الإنسان من خلالها ليتعرف على الله سبحانه وتعالى. حتى وجودنا مع بعضنا هنا في هذه الأرض، العلاقات الاجتماعية الموجودة بيننا يجب علينا أن نستغلها، وهي موجودة لمساعدتنا على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إذن احترام الناس لبعضهم وتقديرهم لبعضهم هي خطوة أولى لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ما أردت فقط أن أعقب عليه بما تفضل به أخي عبد القادر، وهو أن يعني السيئات القلبية، السيئات الذاتية التي تحدثنا عنها طوال 4 حلقات السابقة، واللي هي التي يعني تكون لدى الإنسان في قلبه ولا تضر أحد غيره، تضره هو فقط، وتعتبر سيئات حتى لو لم يطلع عليها أحد. وقلنا هذا في كل السيئات الذاتية، حتى لو لم يطلع عليها أحد في العالم فإنها تعتبر سيئة ما دامت وجدت ويؤثم عليها طبعا سيئة روح الإنسان. نعم، هذا ما يجب أن نقول، ما دامت وجدت في هذا القلب إذن فهي سيئة وهو سيؤثم عليها. وشبهنا هذا القلب
بلوح الزجاج من خلاله يرى الإنسان الله سبحانه وتعالى، وكل سيئة من السيئات الذاتية التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة هي كبقعة الغبار على هذا على لوح الزجاج. هذا يجب على الإنسان دائما أن ينظف مرآت قلبه. نعم صحيح. المضغة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صحيح. وأيضا ما أود يعني أن أشترك فيه مع الأخوة المشاهدين، وهو أن السيئات الذاتية إذا ما بقيت عند صاحبها تتطور، لا تبقى سيئات ذاتية، تتطور إلى أن تصبح سيئات تضر بالآخرين. وسنشاهد من خلال السيئات التي سنتحدث عنها، ومنها سوء الأدب الذي هو خليط من كثير من السيئات، سوء الأدب هو خليط من كثير من السيئات، يعني ينتج عن كثير من السيئات تجاه الآخرين، يعني الشتم مثلا، الحقد سوء أدب، الكثير من الـ من الـ يعني حتى الأمور البسيطة، يعني إذا جاء دخل إنسان كبير ونبقى جالسين أيضا هذا سوء الأدب، في هذا يجب أن تقوم احتراما. نعم. الازدراء يكون شعور قلبي ويكون سيئة ذاتية، ولكنه إذا بقي عند صاحبه يتطور وينتج عنه سوء أدب مع المزدرة، مع الإنسان المزدرة، وهذا يؤثم مرة أخرى، يعني يدخله في الإثم، يدخله في المعصية. نعم. نعم. يقول المصطفى المعود عن نقطة مهمة جدا، ونحن قد ذكرناها في السيئات الذاتية، وهو موضوع الحب غير الشرعي. نعم. كما تفضلت فإن المصطفى المعود ذكرها في السيئات الذاتية بنفس يعني بالحرف، الحب غير الشرعي، وهنا يعيد ويكررها في السيئات التي تصدر تجاه الآخرين، الحب غير الشرعي. وهذا يعني نتأكد من خلاله بأن السيئات الذاتية إذا ما بقيت في قلب الإنسان ومارسها في يبدأ يمارسها في جوارحه، وتخرج من نطاق السيئة الذاتية إلى أكبر، وهي سيئة تضر بالآخرين. لماذا الحب الشرعي وسيئة، ولماذا أصلا هو يضر بالآخرين؟ آسف، الحب غير الشرعي هو يضر بالآخرين. الحب في مفهومه البسيط العادي، يعني في مفهومه المطلق كحب، هو مفهوم جدا رائع وراقي، والإسلام يحض على التهادى وتحاب. حتى الحب بين الذكر والأنثى أيضا هو حب أيضا يعني راقي وإنساني، والإسلام يحض عليه أيضا، ولكن في سياقه، في زمانه وفي مكانه. الآن عندما يخرج عن سياقه، وهنا دائما نتكلم عن الإفراط والتفريط، عندما يصبح فيه إفراط أو فيه تفريط في هذا الحب، يصبح حبا غير شرعي، ويصبح سيئة، لأنه سيضر بالطرفين، وسيضر بالسمعة، سيضر بالأخلاق، سيضر، ممكن أن يشكل سبب للتطور مثلا للوصول إلى الزنا لا قدر الله، أو لسيئات أضخم وأكبر أيضا. لذلك فسد هذا الباب هو واجب، وفتحه سيئة. الحب غير شرعي أيضا يتعدى، يعني إذا أحببت من يعادون الله سبحانه وتعالى، أو أعجبت بهم وببعض أعمالهم، هذا نوع من الحب أيضا وغير شرعي أيضا. لذلك نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فبالتالي هنا يعني لابد يعني أن يكون حب الله سبحانه وتعالى ورسوله مقدم على أي حب آخر. ومن هنا لابد يعني أساس الحب هو مكمن الحب في القلب، من هنا لابد يعني أن يطهر هذا القلب من جميع الأدران والسيئات، فحتى يبقى هذا القلب صافيا نقيا بحب صاف لله ولرسوله. هذا قال تعاجات في الآية: قل إن كنتم، نعم، قل إن كنتم تحبون الله، لا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ونعم ونساءكم أحب إليكم، المهم أحب إليكم من الله ورسوله، وجهادي في سبيله فتربصوا. نعم. لكن أيضا هنا يعني أود أن أذكر نقطة أخرى، وهي أن خاصة في هذا العصر حيث الاختلاط وهنا مخاطر الإنترنت، ف
يعني هذا الشيء مما يزيد من الوقوع في الحب الغير شرعي بين الفتاة والفتى. فمن هنا لابد طبعا يعني الإنسان أن يكون حذرا، لأنه من السهولة أن ينزلق في هذا الحب الغير شرعي، وبالتالي لابد أن يعني يغلق الإنسان جميع هذه المنافذ، مثلا أن يغض البصر، ألا يعني يتكلم كلاما قد يؤدي إلى مثل هذا الحب الغير شرعي، لأنه في هذه الحالة كما ذكر أخي أيمن قد يوقع الإنسان بالفحشاء وبالتالي بالفاحشة. فمن هنا لابد من يعني إغلاق كل هذه المنافذ واتباع الأوامر القرآنية التي يعني تنهى عن الاختلاط، تنهى عن الخلوة، تنهى عن يعني إطلاق أو البصر اتجاه المحرمات أو الأجنبيات. فهذه الأمور حتى لو لم يصل الأمر إلى ذلك، إلى الأمور القصوى، هي أيضا إثم بحد ذاتها حتى لو لم تخرج، لأن جاءت سيئة ذاتية. نعم، كثير من الناس يكنون، يعني شاب يكن مشاعر الحب لفتاة لفترة طويلة دون أن يكون هذا الحب هو ضمن خطة للزواج والارتباط الشرعي وإلى آخره، يكون هذا حب غير شرعي، وهذا الشعور في قلبه لم يبح به لأحد ولا لها، ولم يلمح لأحد، ولا يفعل بناء على هذا الحب أي سلوك ولو صغير، هذا سيئة ذاتية وهذا يؤثم عليه حتى هذا الشعور. الآن إذا بدأ يتصرف بناء على هذا الشعور، يعطي رسالة هنا أو مثلا يتكلم بكلمة هنا، بتلميحة هناك، بموعد هنا، بلقاء هناك، هذه الأمور كلها من تصرفات عظمت أو صغرت هي تخرج هذه السيئة، الحب غير الشرعي، من سيئة ذاتية إلى أن تصبح سيئة تضر بالآخرين. من هم الآخرين؟ الفتاة وأهلها وأهله وكل من سيدخل في الوسط بين يعني هذان الشريكة. يعني أنت تعلم كثير من يعني من القصص التي نسمعها، فساد المجتمع وقتل ومشاكل وطلاق، هكذا ممكن أن تتطور أكثر وتصبح هذه السيئات سيئات قومية اجتماعية. يعني نحن نتكلم عنها في مستوى البسيط وهي سيئات تضر بالآخرين كأفراد، الآن ممكن أن تتطور أكثر وتصبح بحسب المجتمع وبحسب البيئة الموجودة فتصبح سيئات قومية اجتماعية تفسد المجتمع بأكمله وتهدد يعني السلام والطمأنينة في هذا المجتمع. أيضا ما أود أن أركز عليه وأنه ما الحل؟ يعني نلحظ في البلاد العربية بشكل عام في العالم العربي يعني كثيرا تنتشر هذه الصفة الحب غير الشرعي عبر الإنترنت، وأصبحوا الآن يحبون عبر الدول. يعني في القدم كان الإنسان يحب بنت حارته أو بنت جيرانه أو هكذا، اليوم يحب من مصر إلى المغرب، ومن تونس إلى الجزائر، ومن الإمارات إلى لا أعرف أين، حب دولي يعني أصبح اليوم. هذا سببه هناك فراغ لدى الشباب، هناك فراغ ولدى الشابات، هناك فراغ. أريد أن أركز على الفراغ الذي لدى الشابات، الفراغ الذي لدى الشابات سببه ضعف التواصل مع الأهل. الفتاة لا يحدث عندها فراغ عاطفي إلا إذا كان هناك ضعف في التواصل من قبل أهلها وبالذات من قبل والدها معها. إذا كان هناك ضعف في التواصل، كان هناك جفاف في الحنان وفي الأخذ والعطاء وفي الكلام وفي المحبة، هذا يجعل البنت لأنها كائن عاطفي تبحث عن مثل هذه المصادر من أماكن أخرى. لذلك البنت التي تحيا في أسرة، هذه الأسرة متحابة، يسمع أعضاؤها بعضا، يتكلمون، يتحدثون في أمورهم، يتشاورون، هناك الأب حنون عطوف يحضن البنت، يتكلم معها، يقبلها، يأخذها مثلا، يشتري لها أشياء، يعني يهتم فيها، هي لن تبحث عن هذا الحنان من مصدر آخر. أيضا هناك أسباب أكبر من ذلك، وهي التعجيز الذي يحدثه الآباء وأسر بشكل عام، أسر البنات عند الزواج لا يلتزمون أبدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذا يضطرون أو يدفعون بالبنت والابن إلى الحب الغير شرعي، مع أنهم يريدون الحب أن يكون شرعي، ولكنهم يساعدونهم على عكس ذلك. انظر ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، في حجري يتيمة قد خطبها رجل موسر، أي يعني معه غني موسر، ورجل معدم خطبها اثنان، فنحن نحب الموسر وهي تحب المعدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. لم يرى للمتحابين مثل النكاح، أنه إذا كان هناك مشاعر، يعني مشاعر محبة بين شاب وفتاة، وأرادا أن يتما هذه المشاعر بشكل شرعي وبشكل علني، فالأولى من الجميع أن يعمل لإنجاح هذه العلاقة. ويعني هذه إحدى الطرق، وهي يعني دعنا نقول هي الطريقة الأساسية، لكن لا يستطيع الجميع مثلا حسب العمر والظروف أن تتهيأ له فرصة الزواج. في النهاية الزواج هو الحل، ولكن الجميع لا يستطيع الزواج في أي وقت وفي أي عمر. الآن نحن نواجه مشكلة كبرى، وبالتالي الآن خرجت علينا فتاوى كثيرة لمحاولة لحل هذه المشكلة، وإذا بهم وقعوا بمشاكل أخرى. نعم، يعني تحدثوا عن أنواع من الزواج المختلف، وزواج المتعة، نعم، ولكن هي في الحقيقة هي زنا، يعني هي زنا شرعي بمعنى آخر. الحل الآن، ونحن نعيش في زمن الفتن وزمن الدجال وفتن هناك كبرى، عندما يذهب الطالب إلى الجامعة حيث الاختلاط عن طريق الإنترنت، الفيسبوك، الآن لاحظ أصبحت عندنا عادات غريبة ودخيلة على مجتمعنا، وهي الصداقات، الصداقة بين الشباب والشابات، وأصبح هذا الأمر عادي، أن هناك علاقات وصداقات ويتحدثون من خلال الهاتف أو الإنترنت. الحقيقة كل هذه الأمور هي تولد هذا الحب الغير شرعي، ويقع الإنسان الآن. وهذا الحب الغير شرعي هو حقيقة يعني شلال جارف، نعم، ولا يستطيع أن يقف بهذا الشلال إلا من رحم ربي، وإن النفس لأمارة بالسوء. فإذا وقعت لهذا المصطلح الموعود وضعها في السيئات الذاتية، لأنه ما دامت قد دخلت فهي تجرفه رويدا رويدا حتى لا يستطيع أن يخرج منه، يقاومها. لا يستطيع أن يقاومه، هذا شيء موجود في 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 الإنسان. لهذا الله سبحانه وتعالى أمر أصلا في غض البصر، وأن لا تكون بكلام فيه من الميوعة لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا متخذات أخدان. يعني هي أنا يعني فقط نقطة صغيرة أريد أن أذكرها دائما وأكررها، هذه السيئات لا تعمل منعزلة، لا تعمل بشكل منفرد، هي تعمل كلها مع بعضها، هي كبيت العنكبوت. بيت العنكبوت ليس خيط واحد، عندما يعني العنكبوت عندما يهاجم فريسة معينة لا يهاجمها بخيط واحد، بل بمجموعة من الخيوط يشابكها مع بعضها كلها متداخلة. هكذا بالضبط هي السيئات تهجم على صاحبها، يعني لا تعمل سيئة سوء الأدب لوحدها، وتعمل سيئة الحب الغير شرعي لوحدها، لا، كلها أصلا مترابطة ويدعم بعضها بعضا، وإذا كانت هناك سيئة فإنها تقوي السيئة الأخرى وتغذيها وتجعلها يعني تنمو بأسرع. نعم، وخاصة هذه سيئة الحب الغير شرعي تدخل في الكذب وتدخل في النفاق وتدخل في السرقة. لتحقق هذه الرغبة، كل سيئة هي مزيج من السيئات، وكل سيئة أخرى تدعمها وتزيد فيها قوة ويعني تنميها. نعم نعم، إذا كل سيئة لا تعمل منفردة، وهي متداخلة بشكل لا نستطيع فصله بالضبط. يعني كما يقول المسيح الموعود عليه السلام: كيف إذا وضعنا أرغفة أو لحوم أمام كلب جائع فماذا يعني تتوقع؟ فمن هنا يعني لابد أن نحصن أنفسنا. هنا يأتي كما ذكر أخي أيمن دور الأب والأم طبعا، لأن إذا الإنسان وقع بهذا الحب سوف يعيش حياة مضطربة،
وكثير من الطلاب أنا أعرف يعني في الجامعات قد فشلوا في دراستهم بسبب هذه العلاقات الغير شرعية، وطبعا تحدث مشاكل كبيرة بين الأسر، ويعني الآن في حالة من عدم الاستقرار في مجتمعاتنا بسبب مثل هذه القصص والخيانات الزوجية والطلاق كلها. بكل أسف لاحظ نسبة الطلاق الآن بدأت تزداد تدريجيا. بكل أسف السبب الأساسي هو الحب الغير شرعي. نحن نستطيع أن نبتعد ونتجنب من الوقوع في مثل هذه نيران هذا الحب الغير شرعي من خلال أن نحصن أنفسنا بداية، أن نغض البصر، لأن هذا الحب لا يتكون إلا من خلال إطلاق العنان للبصر. من هنا كان غض البصر هو خطاب للمؤمنين والمؤمنات، على الجميع أن يغض بصره سواء كان محصنا أم غير محصن. نعم. لأن النفس كما ذكرت أمارة بالسوء، فلا يرى الإنسان نفسه أنه يستطيع ويستطيع. الإنسان يجب ألا يراهن على نفسه ويعتبر أنه ليس ضعيفا. الإنسان بكل الأحوال هو ضعيف، وبالتالي لابد أن يبتعد عن الشبهات، لابد أن يلتزم الأحكام التي شرعها القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفوسنا. يعني أنا رسالة صغيرة أريد أن أرسلها إلى الأخوات المشاهدات الفتيات. غالب الشباب، حتى لا نعمم، غالب الشباب الذين يسعون لعلاقات أو لحب غير شرعي في الجامعات وفي الأسواق في المدارس وحتى على الإنترنت، طبعا البنت دائما مخططها يختلف عن مخطط الشاب. مخطط البنت عندما تدخل في أي، أو الفتاة عندما تدخل في أي علاقة عاطفية أو في يعني في حب أو إلى، يكون مخططها هو الارتباط والأسرة وتكوين أسرة والديمومة. الشاب لا، يكون مخططه مختلف. لذلك غالب من الذين يدخلون في حب غير شرعي في الجامعات عندما يأتي ليتزوج هذا الشاب، فإنه آخر من يفكر فيها هي التي أحبها في الجامعة أو في المدرسة أو في السوق، هي آخر خيار تكون. يعني إذا انعدمت النساء في العالم فإنه يختار، ممكن أن يختار هذا الخيار وممكن لا. يريد أن يبحث، يبدأ البحث عن بنت لم يكن لها تجارب سابقة وتكون نظيفة بين قوسين وإلى آخره. فقليل من التفكير، قليل من الحذر، قليل من الحكمة والإيمان، قليل من الدعاء أن يحمينا الله سبحانه وتعالى ويحمي أبنائنا وبناتنا من هذا الشلال أو الجارف، نعم، السيل العارم. نعم، هناك نقطة مهمة جدا في السيئات التي تتعلق بالآخرين، وهي سيئة الجحود. يعني أنا بدي إياك بستعين فيك، لكن لما أنت بدك إياني ما أنا برفض أن أنطيك المعونة تاتي. هاي سيئة يعني يؤثم الإنسان عليها، تمرض روحه وهكذا، لا تستطيع أن ترى نور الله بسبب هذا. أيضا هذه النوع من السيئة بسبب هذا النوع من الجحود. الضوء على نقطة، يعني عندما أريد مساعدة الآخرين أتلقى، يريدون مساعدتي أرفض ذلك. نعم، يعني الحقيقة يعني هذه الحالة أو هذه السيئة تكشف عن سيئات أخرى كما ذكر أخي أيمن. يعني الإنسان الذي يعتاد على هذا الفعل هو إنسان أناني بالدرجة الأولى، يعني هو يحب لنفسه دائما أكثر مما يحب للآخرين. فبالتالي يعني هذا يفسد علاقة المودة والمحبة والتعاون بين الناس. وأيضا إذا أنا ساعدت هذا الإنسان وعندما يحتاجني فلم أساعده، ففي هذه الحالة لن يساعدني مرة أخرى، وسأبقى يعني وحيدا، تخلق نوع من عدم الثقة. نعم، أزمة الثقة كما ذكرنا في السيئات الذاتية. ومن هنا لابد يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لابد أن دائما الإنسان المسلم ينظر إلى أن يساعد الآخرين بدون أن ينظر إلى مقابل. ومن الطبيعي جدا ومن البديهي جدا إذا إنسان قدم لك مساعدة فمن باب أولى أن تقدم له
مقابل هذه المساعدة، مع أن الإنسان المسلم هو دائما يقدم بدون مقابل، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه في الحقيقة هي صفات المشركين الذين يعني والكافرين والذين يكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بها، الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني وقفوا على أبواب الله وبكوا وطلبوا وطلبوا وطلبوا، ولكن إذا مسه الشر كان يئوسا. نعم، ولكن إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما طلبوا وما أرادوا وأنجاهم. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب. نعم، هذا جحود، هذا جحود، عندما يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى يرفعون أيديهم بالتضرع. يعني نرى الناس فلان لا يصلي، لا يحترم جيرانه، لا يقوم بحقوق الله جميعها، يعني أصلا إنسان غير متدين وفقط بالاسم، ويظلم هنا وهناك، المهم يمرض له ابن أو يمرض هو أو تمرض زوجته، فيعني يدعو ويبتهل ويا رب ويا رب ويا رب، فإذا استجاب الله سبحانه وتعالى ورد له ضالته عادة. لما كان يتعلق في سيئة تعلق بالله، نحن نريد أن نركز على نقطة الجحود. هذا جحود أيضا. هذا نعم جحود. نعم 100%، لا نقاش على ذلك. ما قصدته أنه يعني هذه المرحلة نصل إليها من خلال الجحود بالآخرين. نعم، يعني إن من يجحد فضل ونعم الآخرين عليه لا يشكر الله. بالضبط، يصل إلى مرحلة وعدم. إذا أنت تطلب مساعدة الآخرين فعليك أن تقوم أيضا بمساعدتهم، وإذا لا تساعدهم هو عمليا كما وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى. عندما يقول يا عبدي كنت جوعان ولم تطعمني، كنت بمعنى الحديث يعني ليس بالكلمات، أو كنت مريض ولم تعدني، وكنت بمعنى عطشان ولم تسقني، أو كنت عريان ولم. فالقضية أن أنت ما تخدم الآخرين هذا أيضا يجلب لك فضل الله عز وجل. والجحود أن هؤلاء يساعدونك بعدة طرق وأنت لا تقوم ولا ما بترجع، يعني هذا جحود. هي تضر بالآخرين من بابين، أنا في الجحود بالذات تضر في الآخرين من ناحيتين. الناحية الأولى أنني عندما أجحد فضل فلان، أولا لا أعيد له هذا الدين أو هذا الفضل الذي أعطاني إياه في يوم من الأيام، هذا واحد. والباب الثاني هو أنه هو نفسه سينقطع عن صنع المعروف معي ثانية، لأنه جربني مرة وسينقطع عن فعل المعروف معي، وهكذا أقطع المعروف من بين الناس. فأنا أحرمه من مساعدتي وأحرمه أيضا من ثواب مساعدتي مرة أخرى. مشاهدينا الأكارم، نخرج إلى فاصل قصير، كونوا معنا. قم في ذرى المجد حي اليوم ذكراه، فليس للمجد إن ناديت إلا هو. فاق الأنام بعقل راجح وتقى، والدهر ما فتئ الرحمن يرعاه. طابت به الأرض واخضرت مرابعها، ونور البدر نور من محياه. قال انصروني، فهبت حوله أسد لم يعرفوا قط دنيا غير دنياه. جابوا البلاد دعاة للهدى، ورووا للناس عما تجلى من مزاياه. هذا الذي نشر القرآن غايته، كشف الحقيقة تبدو من خفاياه. مساجدا في بلاد الثلج عمرها، وأنفسا بارك الرحمن مسعاه. في الشرق والغرب أتباع لحضرته، طوبى لمن كان حقا من رعاياه. حياه في الأرض خلق الله قاطبة، وفي السماء إله الكون حياه.
نحن في كل عام بات يذكره منا الكبير فتشفي النفس ذكراه ويستمد الصغير الطفل فرحته من ذلك العيد يزهو ماء حيلاه ويا شباب بلادي أنتم أمل فلا تضل ولا يفتنكم الجاه الحر يحيا حياة زانها شرف وكل شيء خلا الأخلاق خلاه تشبهوا بكرام الناس واتعظوا بمن وعى قلبه رشدا فلباه ودونكم عالم رحب تجول به كل الخلائق أشكال وأشباه فمنهم يافع قد حطه خلق ناب وشيخ لباس العز أصباه تحية لكم في يوم عيدكم عيد سعيد ورب الكون جلاه. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قد وصلنا قبل الفاصل الى سيئة الجحود وهي السيئة تتعلق بالآخرين. فالأستاذ عبد القادر تريد ان تضيف شيء في هذه النقطة؟ يعني هنالك ناس مثلا لهم حق كبير علينا مثلا ولهم حسنات كثيرة وأيديهم بيضاء في المجتمع ولهم أفعال خيرة كثيرة حقيقة، يعني من باب الوفاء وعدم الجحود، حتى لو أن هؤلاء الناس قد وقعوا بخطأ معين بحقنا فبسبب أعمالهم الخيرية وفي المجتمع فنعفو عن سيئاتهم وذلك تقديرا لعملهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل إلى الكفار في فتح مكة ويخبرهم بقدوم جيش المسلمين، فعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، لأن طبعا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان قد شهد بدرا. فهناك أناس فعلا في المجتمع، المربي، المعلم مثلا، كل إنسان له تأثير حسن ومؤثر، فلا بد فعلا هؤلاء الناس لا يكتفي فقط أن نرد لهم هذا الجميل، حتى وإن وقعوا بخطأ بحقنا فلا بد أن نعفو ونغفر لهم. عزيز قوم من ذل أيضا. نعم. فلا بد أن تسود هذه مشاعر الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء. هناك نقطة فعلا هي بحاجة إلى توضيح، هي موضوع الحماقة والسخافة. والحماقة من هذا يقول هذا إنسان حمقي سريع الغضب، فبتلاقيه يشتم ويتكلم بكلام بذيء كلام سوقي. ف يعني موضوع الغضب، يعني المسيح عليه السلام قد تحدث عنه، وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة ماذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقدمنا باقة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام المسيح عليه السلام، لكن نريد أن تلقوا الضوء كيف أن هذه الحماقة والسخافة تصبح سيئة لأنها أيضا تتعلق بالآخرين. يعني نعم، لا شك أن يعني سلوك الحماقة والسخافة وما قد يتفرع منها من أيضا من سلوكات أخرى مثل سرعة الغضب وردود الفعل غير المتزنة وردود الفعل السريعة أو حركات غير مناسبة. نعم، بالأيدي أو بالإصبع أو بالرجل. نعم. أو بكذا أو يعني نعم، كل هذه كل بالضبط الغمز واللمز
كل هذه الأمور الغير لائقة التي تسيء بأدب الإنسان، والتي يعني تعطي إشارات غير إيجابية إلى الآخر، سواء كان إشارات غير لائقة. نعم، إشارات غير لائقة يعني، وتعطي شعور غير إيجابي سواء للناظر، للمشاهد، للمتلقي، يعني بغض النظر أي إنسان موجود يشاهد هذه السخافة وهذه الحماقة وسيتأذى. ولا شك في رأيي أن من أعظم يعني أسباب كون الحماقة والسخافة سيئة هو إضاعة الوقت على ما لا طائل ولا نفع منه، بالإضافة إلى إيذاء الآخرين بسرعة الغضب وبردود الأفعال الغير المتزنة. أو بكلام مثلا لا أفعل ولا قيم ولا حط وكذا وبجعجع الفاضي يعني. نعم. أيضا هنا أيضا يوضح الخليفة الثاني رضي الله عنه، فيقول أن السخافة يعني يعتبر أن الإفراط في المعاقبة والتذمر والصراخ الشديد عند التعرض لأذى صغير جدا. وللأسف يعني هذه الظاهرة موجودة يعني في مجتمعاتنا، يعني مثلا نسمع عن كثير من القصص أدت إلى حالة من الاقتتال بين عائلة بين الناس، يعني مثلا لأسباب تافهة، أسباب تافهة تؤدي إلى القتل. يعني مثلا واحد مثلا بحر في الثاني أو هيك، يعني يحدث شجار يؤدي إلى الاقتتال وقتل ودم وقصص كثيرة في المجتمعات. مثلا سائق سيارة أسرع مثلا بسيارته فاستفز السائق الثاني فحدث شجار بينهما وأدى إلى الاقتتال. كذلك مثلا في المدارس بين الأطفال يحدث اقتتال لأسباب تافهة، فتتطور الأمور بين العائلات وثم يتطور الأمر وهكذا. المهم لسبب تافه بسيط يكون الرد عنيف ومؤذي، وخاصة إذا كان هذا الشخص من عائلة ويرى نفسه أنه قويا فيريد أن يثأر وينتقم، وهنا تظهر نزعة الانتقام والثأر. كثير من المشاكل بكل أسف في مجتمعاتنا أسبابها هي السخافة والحماقة، أسباب يعني تافهة لا مبرر لها. يعني وبكل أسف هذا طبعا يعني غائز سببه الأساسي أن الإنسان يعني للأسف لم يتلقى من التربية الذي يستطيع من خلالها أن يضبط ثوائره النفسانية في مثل هذه المواقف، وأن يقدم لغة التفاهم والتسامح والعفو والتفهم، تفهم الآخر يعني، وأن ننظر إلى المشكلة بحجمها لا أن نضخم المشكلة. وبالتالي تحدث هذه المشاكل وبكل شهر رمضان، يعني في شهر رمضان المبارك، وترى أناس صائمون تراه في حالة من الغضب والعصبية لأتفه الأسباب ولأتفه الأمور. قبل يومين في الأخبار في إحدى القرى العربية أن لأنهم قالوا لشاب خفف السرعة فذهب أحضر مسدسه وأطلق النار على من قال له خفف السرعة فقط. مثل هذه السخافات ويعني تصل إلى إجرام يعني وقتل. رحم الله عمر رضي الله عنه الفاروق الذي قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. هذا أحد أكبر مظاهر الذلة لهذه الأمة التي ابتعدت عن دينها ولم تسمع لنداء السماء عندما أتى الإمام المهدي والمسيح الموعود، لذلك هي انتشرت فيها السخافة والحماقة. نرى السخافة والحماقة حتى غير موجودة بالقوة التي هي موجودة فيها في بلاد الإسلام للأسف، لأن المسلمين ابتعدوا وضاعوا وما سمعوا صوت السماء. فلذلك نجد أنفس تزهق ودماء تراق لأن فلان تكلم مع فلان بكلمة صغيرة. وأنا يعني جميعنا نسمع هناك مدن على المستوى العربي وحتى على مستوانا المحلي مشهورة
بأن المدينة الفلانية هناك عائلة كذا وعائلة كذا متقاتلتان وحصيلة حتى الآن الجاهلية ستة قتلى. نعم منذ 4-5 شهور الحصيلة 6 قتلى. ما السبب؟ طفلان، طفل من هذه العائلة وطفل من هذه العائلة تشاجران في المدرسة. لأنه هو يعتبر نفسه عندما يتنازل عن مثل هذه الحماقات يعتبر نفسه جبانا. الخليفة الثاني رضي الله عنه يقول عن هذه السخافة وهذه الحماقة هي الجبن بعينه، لأن ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القدرة على أن الإنسان يسيطر على نفسه في مثل هذه المواقف، هذه هي الشجاعة الحقيقية، وليس الاندفاع والتهور الذي نتائجه سوف تكون كارثية على الطرفين. يعني أستاذ، بما أن حضرتك أستاذ في مدرسة والأخ أيمن كان قد تابع موضوع مشاكل الطلاب في كأخصائي نفسي، يعني كيف ترى تقيم المجتمع وخاصة بهذه بالذات في موضوع الحماقة والسخافة؟ يعني أريد أن تلقوا الضوء لأن هذه عينة منتشرة في العالم العربي والإسلامي للأسف. يعني أنا في رأيي الحمق والحماقة والسخافة مستشرية، يعني وهي كالجرب أيضا كما في مجتمعاتنا، كلما يعني كلما حككتها أكثر كلما ازدادت أكثر. نعم ازداد الالتهاب، حتى تأتي تحاول أن تعالجها بغير العلاج الحقيقي والوحيد في رأيي، وهو يعني التواصل مع الله سبحانه وتعالى. الإيمان الحقيقي هو فقط بالضبط، هو لن يكون هناك تواصل مع الله سبحانه وتعالى إلا بالتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل الوحيد فقط، الحلول الباقية هي مسكنات يعني لن تنفع ولن تحصل علاج. أنا أعتقد أن هنالك ثقافة سائدة في مجتمعاتنا وهي طبعا دخيلة على ديننا الحنيف، وهي أن الإنسان يشعر إذا تعرض لمثل هذه الحماقات والسخافات وتنازل فيعتبر نفسه أنه يعني جبانا وليس برجل وأنه أهين، وإذا ما قدم لغة التفكر والعقل فهذا يعتبر متخاذل بالنسبة لنظرة المجتمع، وبالتالي هو تراه يرد الكيل كيلين ويريد أن ينتقم ويظهر رجولته. بكل أسف هذه الثقافة هي السائدة ليس بين الطلاب، بينما السائدة هي أولا قبل آباء الطلاب. وللأسف يعني لابد هنا أن نرجع إلى تعاليم ديننا الحنيف ونبدأ نروض وندرب أنفسنا، وخاصة في هذا الشهر العظيم. ليس الفلسفة الصيام فقط أن نمتنع عن تناول الطعام والشراب، لابد الآن أن نختبر نقاط الضعف التي هي بداخلنا، كيف نسيطر على أنفسنا إذا ما تعرضنا لمثل هذه السخافات وهذه الحماقات من الآخرين. هذا هو المقياس نجاح صيام. قبل بضع سنوات ذهبت في زيارة مع صديق لي إلى مدينته، فعندما دخلنا في الطريق إلى المدينة دخلنا في حي هكذا، في حي كبير جدا، وكان الحي يبدو كأنه يعني مسرح حرب. تنظر البيوت محطمة والزجاج، وهناك بعض البيوت تبدو كأنها محروقة، وهناك أكياس رمل وهكذا. فأقول لصاحبي أسأله يعني ما القضية، ليس بعلمي أن هناك حرب في هذه البلاد. فقال لي القضية أن هناك عائلتان متشاجرتان وحصيلة القتلى كان وقتها 9 قتلى. وأسأله ما السبب، يعني لماذا هما متقاتلتان؟ قال لي فلسطين. نعم قال الله نعم قال واحد من أبناء إحدى العائلتين يبيع خضرة، هما الاثنان يبيعان خضرة على عربيات خضرة، فأحدهما احتاج إلى أن يفك النقود التي معه فذهب إلى الآخر فسأله فرد عليه بطريقة غير مناسبة فتشاجرا فقتل أحدهما الآخر، ضربه فقتله نعم ضربة فكانت القاضية. فأصبحت الآن بين عائلتين، وأغنياء العائلة في الخارج يضخون الأموال يعني يفدون أموالهم لا يفدون أموالهم ليشتروا الأسلحة ويعتدوا وهكذا.
والأطفال العائلتين لا يذهبوا إلى المدارس لأنه هناك خطر، ولا يفتحوا محلاتهم أيضا. وضع مرعب. لماذا؟ طيب لماذا؟ يعني هناك حل لكل مشكلة، لماذا هذا الرعب ولماذا هذه السخافة وهذه الحماقة؟ بسبب السخافات، بسبب الكلام غير، يعني كلمة غير لائقة، انظر ما النتيجة ما تؤدي إلى، فعلا جاهلية. هذا ما يجب أن ينتبه، يعني للأسف لا فائدة اليوم من هؤلاء من يسمون بأنفسهم رجال دين، لأن القضية قضية في إفلاس أخلاقي، إفلاس روحاني، وهذا يعني لا فائدة من هذه دور العبادة التي يقول يجب أن يؤثر العبادة. ليس لها أثر. نعم، ليس لها أثر على واقع الناس، على أخلاق الناس، وهنا المشكلة. نعم، إذن نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إخواني. طبعا هناك الموضوع طويل، ولابد أن نأخذ هذه الأمور بجدية وباهتمام بالغ حتى ننقذ هذه الأمة من هذا الدمار، لأن الأخلاق والسيئات التي تتعلق بالآخرين هي تبدأ في الخطورة الأكبر، وبعد ذلك السيئات الاجتماعية التي تكون أكبر وأكبر، والأخطر من ذلك هي التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كيف يسيء الإنسان التعامل مع الله سبحانه وتعالى. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، ونطلب منكم الدعاء لنصرة الإسلام والمسلمين، لرفع راية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد من الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين، اللهم أيد إمامنا بروح القدس وانصره نصرا عزيزا، ونحن إخوانكم الضعفاء نطلب منكم الدعاء. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.